السلام عليكم. بعد ما تكلمنا على عدة ولايات وعدة دوائر اللي هي تعرف إنشاء مراكز للطب الاستعجالي ومستشفيات الطب الاستعجالي الجراحي، يأتي الدور اليوم إلى ولاية عنابة، وبالضبط إلى مدينة عنابة اللي تعرف تدشين أكبر مستشفى جراحي استعجالي من بين المستشفيات كلها التي تم تطرقنا إليها. إذن هذا هو الأكبر بسعة نتاع 180 سرير، واللي تم تدشينه هذا في نهاية هذا الأسبوع من طرف الوزير الصحة الجديد هذا، واللي نخليكم تشوفوا يعني جوانب من هذا المستشفى كبير يعني حقا للطب الاستعجالي الجراحي. وإن شاء الله العقوبة للولايات الأخرى والدوائر الأخرى اللي مازال ما وصل لها المشروع هذا، مازال ما لحقش يعني مازال ما لم يتم تجسيده. ونخليكم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.